money in the bank. She ain't got no money in the bank. She ain't got no money in the bank. She ain't got no money in the bank. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن الحدث الجديد، حدث عيد الفصح. بتجمع بيض، بتجمع بيضات الوان كده بتكون في الارض، بتجمعها وبتبدلها باسلحة، سكنات اسلحة او ملابس. تمام، مفيد جدا طبعا للناس اللي معاش سكنات اسلحة او ملابس، تقدر ان انت تجيب بقى سكنات اسلحه وبتعلي الدمج وحاجات كويسه. هنشوف مع بعض في الشرح ده ازاي كل حاجه بالتفصيل عن الايفنت او الحدث الجاي. اول حاجه نروح نعملها، نروح ناخد نختار واحد من الفيديو اللي فات يكسب معايا هديه وابعتها له، وتابعوا معايا. شوفوا معايا. بفكركم لو انت جديد عندي في القناه ما تنساش تنزل تحت الفيديو وتعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك تنبيهات باحدث فيديوهات انزلها. تمام، ده اخر فيديو، هاخد الرابط بتاعه كده وراح احطه في الموقع ونشوف مين اللي كسب. ده الرابط كده، راح اخش في الموقع. اللي ما يعرفش طبعا النظام بتاع المسابقه بتاعتنا، انا كل فيديو بختار واحد من التعليقات يكسب وابعت له هديه. فلو انت بتتفرج عليها اول مره ما تنساش تنزل تحت الفيديو وتحط الاي دي بتاعك في اللعبه. وبالتوفيق للجميع، يا رب تكون محظوظين ان شاء الله. ده كده رابط الفيديو، شوف الكومنتات اللي على الفيديو وبعد كده نشوف مين اللي كسب. تمام، وستارت. مين اللي كسب بقى؟ مين؟ محمد علي، روعة يا أسطورة اللي يحب النبي لك اسمي. كازيم. تمام، محمد علي كازم، ألف مبروك محمد علي. هاخد اسمك دلوقتي وابعتلك طلب صداقة في اللعبة، وابعتلك الهدية بتاعتك إن شاء الله. تمام، ونخش نكمل شرح الحدث الجديد. شباب، ده شكل الحدث، حدث عيد الفصح الجديد، هيبدأ يوم 22. ده الشكل بتاعه، ده شكل الكور اللي انت بتجمعها، بتكون موجودة في مع الأسلحة او الذخيره اللي انت بتجمعها من الارض في اللعبه جوه اللعبه. تمام، دي الكور دي بتجمعها وتقدر انت تبدلها بسكنات اسلحه او ملابس. الكور دي بيكون عدد معين، تجمع عدد معين من كل كره وكل شكل، وتقدر انت تبدلها بسكنات اسلحه او ملابس. تمام، هتدوس مور انفو هنا كده هتلاقي السكن، الحدث، شرح الحدث كامل وازاي تبدل الكور دي، هيكون موجود هنا اما تدوس مور انفو. بس انا مش عارف، مش موجودة عندي لسه، ما نزلتش عندي، بس اكيد نزلت عند كل الناس، بس انا في عيب عندي معرفش ايه السبب. تمام، ده حدث كويس جدا للناس اللي هي معاش اسلحة، معاش سكنات اسلحة وبتزود الدمج بتاع الاسلحة بتاعتك، وتجيب لك لبس سكنات للشخصيات بتاعتك. تمام، ده اول شرح معانا. تاني شرح سكن الام 60 الخرافي، طبعا زي ما انتم شايفين كده نزل امبارح. ده السكن زي ما انتم شايفين كده، 48 جوهرة، بيزود الدمج بنسبة 60% والمجازين بتاعته بنسبة 50%، الباك اب بتاعه بنسبة 25%. ده شكل السلاح كده، شكله خرافي طبعا، شكله جميل جدا. كويس ان اللعبة فكرت في السلاح ده، كان منسي من التحديثات بتاع اللعبة خالص. ده شكل السلاح كده اهو. وده السلاح ده كويس جدا طبعا، في ناس بتحب السلاح ده جدا، في ناس بتحب تلعب بيه. ده شكل السلاح من جوه اهو، شكله خرافي طبعا، شكله جميل جدا، عجبني السلاح ده بالشكل ده. هو ده بس، هو ده كل الشرح. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنساش لو انت جديد ما تنساش تنزل تحت الفيديو وتعمل اشتراك في القناة ولايك على الفيديو وتكتب اسمك في التعليقات في اللعبة او الاي دي بتاعك. وبالتوفيق للجميع في المسابقة، وانتظروني الفيديو الجاي. She ain't got no money in the bank. She ain't got no money in the bank.